سؤالي من شقين لك. أولا، من يدير السياسة القطرية؟ هناك كلام كثير، بعضهم يقول لك والله عزم بشارة، بعضهم يقول لك والله الإخوان المسلمين، بعضهم يقول لك لا هو الأمير الحالي، بعضهم يقول لك الأمير السابق مع الشيخ حمد بن جاسم. من يدير المشهد؟ سؤالي الثاني علشان أعطيك المساحة، حمد بن جاسم هل هو خارج المشهد أم داخل؟ أول شيء هذا المقطع أنا كنت من أوائل اللي نشروه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لم تنشر أي قناة في 2012 أو 2013 تقريبا نشرنا هذا، لم تنشر أي قناة، وكنت أنا شخصيا طبعا أنا مواقفي معروفة تجاه قطر والأزمة الخليجية أو الأزمة القطرية، أنا أسميها القطرية، لم تتحرك منذ أكثر من سنة، لذلك لا جديد فيها، والكلام فيها يعني أشبع نقاشا وأشبع بحثا، وكل كلام ما بقى شيء ما قلته أنا في القنوات وفي وسائل التواصل وكله موجود في اليوتيوب، ما خلى شيء. فكنت وقتها أدخل استوديو قناة العربية بسمي الأشياء بمسمياتها، وتقول لي تلحقني المعدة قبل ما أبدأ البرنامج تقول لي الله خليك أستاذ أنت معروف حاد تجاه قطر، الله خليك خفف الحدة. واليوم أنا على نفس الرتم، يأتي مذيع قناة العربية ويطلع فوقي ويطلبني أنه أطلع معاه، أنا خطي واحد وثابت من زمان، أنا مع مواجهة هذه السياسات ومع مواجهة هذا الإعلام ومع مواجهة هذا الهجوم بإعلام، الإعلام تواجه إعلام، ما ينفع واحد يلعب معك كرة قدم تلعب معك كرة طائرة، لازم تلعب نفس الألعاب ونفس الأساليب، فأنا مع مواجهة الإعلام، لا زلنا بحاجة إلى إعلام. هذا ما مارسه حمد بن جاسم في هذا المقطع حيث ذكر نصف الحقيقة، هذا إعلام محترف، أن أعترف بجزء من الحقيقة وحتى أجذب أو أعطي نفسي مصداقية وأنقل المشاهد لتضليل الذي أريد أنا أن أمارسه. بالإضافة إلى أن هذه القناة اللي ظهر فيها قناة قطر كانت قناة موجهة من بداية المقاطعة للشعب القطري، عند القطر عندها خطابين، خطاب موجه للخارج عبر قناة الجزيرة وخطاب موجه للداخل عبر قناة قطر، فمارسوا الإعلام باحتراف للأسف، وهذا الاحتراف كانوا يمارسونه ضدنا، ولا زالوا ربما فقدوا توازنهم في البداية واستعادوه لاحقا، للأسف نحن حتى الآن مقصرون بمواجهة الإعلام. هذه واضحة. يفترض أن حمد بن جاسم لديه شخصيات تماثله بالمستوى وتواجهه وترد عليه، تو الآن رد الأمير بندر بن سلطان بمقابلة بالإندبندنس العربية، ربما رد على هذا الجزئية ورد على أمور كثيرة مع حمد بن جاسم، لكن لا تكفي مقابلة صحفية مكتوبة، أظن أن يفترض وسائل الإعلام أن تنقل هذه الردود، والأمير بندر بن سلطان يعني شخص لا شك أن له باع طويل ولديه احترام لدى الجماهير العربية ودوائر القرار السياسي وكلمته مسموعة ولديه مصداقية، إن لم يتحرك يعني لا أقصد الأمير بندر بن سلطان بعينه وإنما أقران وأمثال الأمير بندر بن سلطان، ويواجه هذه الدعاية ويواجه هذا الخطاب اللي يظهر، إذن يعني كيف سنواجه؟ ما ينفع أنه يطلع واحد بمرتبة رئيس وزراء سابق ويواجهه شخص إعلامي ولا واحد في وسائل التواصل الاجتماعي ولا ناس في تويتر، يعني غير متكافئ العملية. طيب أرجع لك إلى سؤالي. نعم. أو قبل سؤالي، أنت في الحديث قلت أنه غيب جزء من الحقيقة، وش الجزء الغايب؟ هو ذكر أنه نعم نحن أنا هذا هو إيش قال في المقطع، قال أن هذه المقاطع الكلام بعضه صحيح حتى يبرر، ما يقول لا غير صحيح، ما حد رح صدقه أصلا، فقال بعضه صحيح، هذه نقلة ذكية حتى تقول أوه يعني صادق، بعدين هذه فضحة. لكن وش اللي غيبه هو من الحقيقة؟ اللي غيبه أنه غير صحيح أن السعودية كانت على علم، مستحيل، كان يتحدث عن مؤامرة اغتيال، كان يتحدث عن إسقاط نظام، غير صحيح أنه استدراج، رأينا لاحقا محاولة اغتيال ملك عبد الله تمت بالاتفاق مع القذافي ومعارضون من الخارج، وتم ذكرها في هذه المكالمات، تم الحديث عنها في هذه المكالمات، فغير صحيح أنها تمت بعلم المملكة العربية السعودية. طيب من يتحكم بالسياسة القطرية؟ لا شك أن السياسة لم تتغير، من اللي يتحكم فيها ما أدري، هل هي أطراف داخلية أم خارجية، هل هو فكر أم يعني أنت برأيك أنه هو غادر المشهد؟ أم فردي؟ أظن أنه إن كان غادر الآن عاد.
في بعد الأزمة القطرية يحتاجوه وأرجعوه مرة أخرى إن كان قد غادر سابقا. هو